بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا ويا هلا مرحبا فيكم. برنامجكم الاسبوعي برنامج كلينيك من مركز الجراله الالماني التخصصي. اليوم راح نتكلم عن الطب الوظيفي وطب العائله. نتكلم اليوم عن الانسولين المقاوم. شنو هو الانسولين المقاوم؟ مقاومه الانسولين. راح نتكلم عن المعادن، راح نتكلم عن الفيتامينات اللي في جسم الانسان واللي يحتاجها. اليوم راح نتكلم عن عمليه وعن موضوع كيف انك انت تتفادى الاصابه بامراض عديده مستقبليه جسمك اليوم يحتضنها لكن مو مبين عليك هذا الشيء. تروح تفحص ما فيك اي شيء، لكن من خلال جلوسك مع الدكتور توجيه بعض التساؤلات والاسئله والحوار ما بينك وبين الدكتور المختص اللي راح نلتقي معاه، راح تجد كل هذه الاجابات اللي تغنيك في المستقبل ان شاء الله عن الاصابه بمثل هذه الامراض، الدهون الثلاثيه، امراض القلب، امراض الزهايمر وغيره. كل هذه الامور من خلال حلقه اليوم راح نتعرف على طب العائله وراح نتعرف على اللي هو موضوع الطب الوظيفي ومقاومه الانسولين، كيف تتم في لقائنا هذا المساء. راح انطلق معاكم مشاهدينا مع ضيف الكريم المتخصص بطب العائلة والطب الوظيفي، ونتكلم عن هذه المواضيع المتعلقة في حياتنا وكيف احنا يجب ان ننظم حياتنا. فيسعدني ان التقي مع الدكتور ابراهيم شحيمي. مساء الخير دكتور. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. ان شاء الله جمهورنا ومشاهدينا دكتور يركزون معنا في الحلقة لان معلومات كثيرة راح نقولها. في البداية دكتور، الناس يمكن اول مرة تسمع عن الطب الوظيفي، شنو هو الطب الوظيفي؟ الطب الوظيفي عادة يكشف عن الإنسان اللي عنده مرض بس لا نعرف شو سببه. أوكي، فبيجي المريض مع عوارض ومرض نفسه، فبيشوف الطب الوظيفي يبحث عن السبب هذا المرض كيف حصل. ممتاز، وهذا موجود عندنا متوفر بمركز الجراحة الألماني التخصصي. يعني نبحث عن الأسباب. معي أنا احتمال. نعم. أنا عم بستخدمه طب الوظيفي مع طب الحديث. ممتاز. نعم. والنتائج كيف دائما تأتي دكتور؟ ممتاز النتائج. يعني الطب الوظيفي يتكلم عن أشياء مثلا المعادن والفيتامينات وعدة أنواع حياة اللايف ستايل. نعم. وغير الأمراض المدمنة للمعرفة نحن مثل ضغط الدم والثمنة والأشياء هذه. طيب الطب الوظيفي معالجته لهذه الأمراض دكتور؟ نعم. كيف تتم المعالجة؟ تتم المعالجة بتصحيح مثلا إذا كان في عندك نقص معدن. إيه؟ هو بيكون سبب مثلا مرض مقاومة الإنسولين مثلا اعطي مثلا كروميوم واحد من المعادن. نعم. يلي هو يسمح للانسولين ليدخل الى الخليه الكبد. نعم. خلايا بالخلايا الكبد لحتى يخزن السكر. يخزن السكر. فاذا كان في نقص بهذا المعدن الكروميوم فهذا الانسولين لا يقدر يفوت الى الخليه مشان يخزن السكر. مشكله. وضغط الدم دكتور كذلك الامر. ضغط الدم ممتاز لانه ضغط الدم يحتاج الى مثل بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم لحتى ينضبط. ممتاز. وهذا الحكي اللي احنا قاعد نتكلم عنه دكتور الطب الوظيفي يتعلق فقط بالكبار والشباب ام ايضا منذ الولاده وحتى يعني كل الاعمار لانه اكثر المعادن والفيتامينات بتاخذها عادة من النبات من النباتات. نعم. من النباتات. عن طريق الغذاء. فبس جسمك لا يمتص منه الا 5%. والباقي وين يروح؟ لا مش يمتص، يعني الغذاء يعطيك بس 5%. 5% يعطيك 5%. يعني. بيجي المعادن، تجي المعادن والفيتامينات 5%. جميل. يعني هذه فكرة مهمة انه جسمك لا يصنعهم، ما بيصنع. ما يصنع هذه المعادن. لا معادن ولا فيتامينات. جميل. إذا هو يحتاجها من الخارج يحتاج هالأمور. نعم. طيب الآن دكتور هذه الفيتامينات وهذه المعادن الناس تقول يعني حابب تسأل شنو المعدن وشنو الفيتامين؟ شنو الفرق بينهم؟
في أول شيء مجموع المعادن هم 74 بشكل عام، وأكثر المعادن هم في نوعين من المعادن، وكذلك الأمر في نوعين من الفيتامينات، النوع المعدن النادر والمعدن الآخرين. أوكي. هذول المعادن مثل ما قلت من الحياة أوكي بيجوا من الحياة، الحياة النباتية. نباتية نعم. بالضبط. عندما تزرع النبتة على الأرض، هذه النبتة بتغرق بجوات الأرض نعم. بتغرق والمعادن النبتة تستلم يعني المعادن من الصخور. من الصخور. نعم. هذه النباتات يعني أنت نعم. تتكلم عن مثلاً الطماطم، عن البطاط، كله. عن كل الزراعة، كل حتى الشجر، الفواكه، حتى الشجر، التفاح والخضروات والفواكه وكله هذا ينتجوا من المعادن، يستلموا النبتة من الأرض الصخور هاي. إيه. فهذا كل ما كانت الأرض ممتازة وأنت محافظ عليها أحسن. وصالحة للزراعة. راح تستفيد النباتات من هذه المعادن اللي في النهاية الإنسان راح يأكلها ويستفيد منها الجسم. بالضبط مزبوط. للأسف نحن عايشين بعصر تغير من 1950 ل2000. 1950 بأخذ البروكلي مثلا نعم. مثلا البروكلي كنا نستنتج من البروكلي 130 ملغرام من كالسيوم. أوكي. بال2000 عملوا بحوثات دراسات استنتجوا من البروكلي 48 ملغرام كالسيوم. فشو صار عندنا هون؟ استنزاف البيئة والتربة ودخول أيضا الكيماويات في الموضوع دكتور، عملية الرش لهذه الكيماوية الموجودة، عملية الحقن لبعض الفواكه وغيرها. مزبوط رش السموم وهذه كلها السموم هربيسايد هيرباتوسايد وهالأشياء كلها بيستوسايد، هذا يعني هذا سموم. هذا وين المعادن بيجي دورها مشان تزل هالسموم هاي من جسمك سبحان كمان الله. نعم. فالأهم شيء اللي أنا عم بقوله إنه فيتامين والمعادن اللي عن النباتات. الأرض هلأ حاليا قوانين وزارة الزراعة بكل العالم ما بيحطوا إلا كذا نوع، ثلاث أنواع من أصل ستة، كانوا يحطوا ستة بال 1950، هلأ بيزيدوا على النب على التربة ثلاث أشياء، هو النيتروجين نعم. والبوتاسيوم والفوسفور. هذا وضع هذا من الناحية البيئية. هاي ناحية بيئية نعم. يعني هذا اللي أقروها المنظمة البيئية الخاصة في عملية التربة إن لا تسقى أو تعطى مواد إلا هالمواد الثلاث هذه فقط. بالضبط. كانوا بالأول يحطوا مغنيسيوم وكالسيوم وسولفور. هذا زين دكتور ولا مو زين الحين لما يكون هذا مو زين. هذا لما يكون ثلاث هذا مو زين. هذا مو زين لأنه التربة يعني فيها التربة كلمانها عم تستنزف وعم تتغير كلياً مشان ما في كمان يصير في نوع من التسمم. طيب ما بيحطوا اشياء كثير. هذه المعادن فقط بالنباتات دكتور مو موجوده في اللحوم الدواجن الاسماك؟ اللحوم نعم بالدواجن واللحوم اشياء ثانيه عم بيحطوا ابر مضادات حيوي عم بيحطوا ابر للكروث هرمون هرمون النمو صحيح. هالاشياء هاي لانه البيئه وعدد سكان الارض كثر ف طيب كيف ينقذ نفس الانسان يوفروا نعم الانسان اليوم شلون ينقذ نفسه دكتور؟ هو ينزل نفسه في شيء اسمه أورجانيك نعم. نباتات أورجانيك ونباتات يعني مزروعة خاصة، هذه الزراعة موجود فيها كل المعادن وكل الفيتامينات اللي أنت بتحتاجها. هذه غالية مو الكل يشتري. صح. أسعارها مرتفعة جدا. يعني إذا الواحد بده أهم شيء إنه ليش مشان هيك الإنسان لازم يأخذ مكمل غذائي. مكمل غذائي هذا مهم نعم. في حياتنا اليوم دكتور. نعم نعم ضروري مكمل غذائي. أنا بنفسي بأخذ مكمل غذائي يوميا. هذا عبارة عن معادن فيها معادن وفيتامينات معادن وفيتامينات. طيب الآن تكلمنا في المعادن دكتور. المعادن هذا مو متوفرة في اللحوم والأسماك والدواجن كمعدن لما آكل أنا دجاج أو آكل لحم أو آكل سمك. موجودين معادن. فيها معادن. معادن كلها موجودة باللحوم بالأسماك. كل شيء بتاكله فيه معادن وفي لأنه الأسماك بياكلوا نبات صحيح وبيتغدوا يعني والدجاج واللحوم كمان نعم. تتغدى نبات صحيح. فكل المعادن موجودة باللحوم عندها. طيب الآن هذا المعدن وقلنا في تقريبا 64 أو 74 معدن 74 معدن نعم. الآن الفيتامين دكتور شنو الفيتامين؟ الفيتامين تحتاجه إلى كمية بسيطة جدا مثل المعدن النادر
تحتاجوا إلى كمية بسيطة أقل من 100 ملغرام بردسل بالداي باليوم عفوا. وفي عندك المعادن الأخرى اللي هن صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، وفوسفوروس. نعم فوسفوروس، هؤلاء المعادن اللي بتحتاجهم بكمية كتيرة. حلو. كمية كبيرة، يعني البوتاسيوم بدك 4700 ملغرام يوميا. وين القاه هذا؟ يوميا. قبل الخضروات كل شيء بتلاقيه بالموز، بتلاقيه بالافوكادو، بتلاقيه بالبزر اليقطين وهالاشياء هذه كلها. كميات هائلة، في شيء تقريبا 900 مكسرات 900 ملغرام بالافوكادو بوتاسيوم. والمكسرات ايضا بعد فيها متروس. متروس هذا، هول المعادن اللي بتاخذهم بكمية كثيرة موجودين بكل الخضار والفواكه. والله انا عندي فاصل يا دكتور، للحين احنا بالمعادن ما تكلمنا بالفيتامينات، بس خلينا ناخذ الفاصل ونرجع نكمل ان شاء الله مواضيعنا. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم، لا تبعدوا. تكلمنا عن المعادن، الحين راح نتكلم عن الفيتامين وكيف اعرف انا اذا انا عندي نقص في هذه المعادن ونقص في هذا الفيتامين دكتور. المعادن تكلمنا عنها وشرحناها، الفيتامين شنو؟ اوكي الفيتامين يعني كمان الفرق بينه وبين المعدن، يعني في فرق بينه وبين المعدن اكيد. هن 13 عضو فيتامينات، ما في اكثر من هيك. في نوعين من الفيتامينات، هو المحلول اللي محلول بالدهون والمحلول بالماء. اوكي المحلول بالدهون مثلا هن معروفين، هن الفيتامين كي والدال والاي والاي. ابشرك الدال، الكويت كلها فيها فيتامين دال، نقص فيتامين دال. فيتامين دال هذه حلقة خاصة لازم تكون لها. والفيتامينات الأخرى، هذيك الفيتامينات المحلول بالمي هذول يتخزنون. فيتامينات الدهون تتخزن. محلول بيتخزن، بيتخزن بالجسم وبيضلوا بجسمك أيام أيام وأشهر. أوكي فما بتخاف إنه يكون يصير عندك نقص بسرعة. فعندك الفيتامينات المحلولة بالمي، هذه الفيتامينات عادة هي أكثر ما هي كل البي كومبلكس، كل الفيتامينات البي مع الفوليك أسيد والفيتامين سي، هدول تحتاجهم يومياً يومياً يومياً. هذا المتعلق بالحديد سابت. دكتور فيتامين الحديد ولا الحديد الحديد, الحديد هو المعدن. هذا معدن. أنا ما قلت لك شو هم المعادن أفكرة. نقولهم ليش لك المعادن. أكثر المعادن النادرة، أهم شيء المعادن النادرة هي أهم من هذيك المعادن. المعادن النادرة هي اللي بتسبب امراض معتصيه بكل شيء. اي نعم، امراض كامله بجميع انحاء عوارض الامراض. هي عاده الزنك والسيلينيوم والحديد واليود والكوب والنحاس والكروميوم والفناديوم. عطنا مثال نقص فيتامين كذا يسبب مرض كذا، او نقص عفوا معدن هذا المعادن النادره اذا نقصت بالجسم تسبب لي المرض الفلاني. مثال دكتور، فيتامين يعني دال. فيتامين دال مثلا. لا هذا فيتامين معدن. معدن. طيب معدن، خذ مثلا معدن اليود. نعم معدن اليود هلا في تقريبا 80% من في شمال امريكا عندهم نقص معدن اليود. بالاول المعدن اليود كثير الناس بياخذوا المعدن اليود من الملح. نعم بتشوف الجمعيات محطوطين معدن اليود مع الملح. نعم. بس هذا الملح منه ملح المزبوط اللي بيعطيك اليود المزبوط، فانت بدك تجيبه من البحر. نعم اسمه كلب. اسمه كلب اليود، كلب K-E-L-P اليود. هذا المعدن مهم جدا لانه بيجيبوه من الالجي تبعت البحر. اوكي مختص. نعم. يعني ف هيدا بيسبب امراض الغده، بيسبب نعم بيسبب امراض الغده وبيسبب امراض لانه ليتحول للغده الدرقيه تفرز هرمونات الغده لازم يكون عندك يود. اذا نقص اليود هذا يسبب لي امراض الغده، امراض الغده والسكر وضغط الدم. اي نعم نقص هذا المعدن. حتى السرطان عم بيحكوا انه امراض نقص اليود في له دخوله بالسرطان. هذا وين نعم. اجد معدن اليود فقط بالملح دكتور ام موجود في اكثريته هو في الملح؟ فبدك تشتري ملح يكون اسمه سي سولت. يعني الملح البحري. وهذا أكله يكون مباشرة أو إضافته مع الأطعمة ومع الطعام؟ إضافته مع الطعام. بتزيدهم وين ما بدك،
بتزيدهم على اي اكل اي يعني وجبه اكل. نعم نعم نعم. فهذا كيف اعرف انه ناقص عندي في الجسم هذا المعدن هذا او المعادن النادره؟ في كل المعادن النادره فيك تشيك تعمل تحليل دم. تحليل دم بيبين معك بتطلبه وبيبين قديش لازم وقديه بتحتاج. جميل. نرجع حق الفيتامينات دكتور. نعم نعم. قلنا في فيتامينات متعلقه بالدهون وهذا الجسم يخزنها بالاشهر. صح. ما في مشكله. نعم. وفي فيتامينات هي بمحلول الماء وهذا يستهلكها الجسم يعني بشكل يوميا. هذا يستهلكها يوميا بدك تاخذها يوميا لحتى يكون معددها ثابت. طيب هذه هذا البي كومبلكس والفيتامين سي والفوليت هذه متوفره بالمكمل الغذائي ايضا دكتور؟ هو موجود. نعم. المكمل الغذائي يعني يعطيني معدن ويعطيني فيتامين. بيعطيك 32 عضو يعطيني اياهم. يعطيك هن كلهم. نعم. طيب. اكثر شيء الاهميه اهم شيء هم المعادن المهمين هم المعادن النادره وبتشوف معهم مهمين 13 فيتامين. يعني مو اي مكمل غذائي انا اخذ لازم يكون متوفر فيه على القليل 32 عضو بالمكمل الغذائي المعادن وفيتامينات واذا فيتامينات بالضبط واكله بشكل يومي مهما كان العمر مهما كان السن. احسن تاكل هذا ما في مشكله ابدا للاطفال لحتى الشيخوخه. طيب اليوم انا كيف اعرف انا عندي نقص بهذه المعادن وهذه الفيتامينات وانا ما عملت تحليل دم؟ لان قلت عن طريق تحليل الدم يبين هذه المعادن. طيب في الحياه الطبيعيه يعني انا معرض لهذا النقص ولكن مو حاسس باي شعور، لكن في مؤشرات خاصه بالجسم دكتور؟ اكيد اكيد في مؤشرات مهمه جدا. اول شيء الطاقه. الطاقه والتعب والستريس. جسمك ما عاد يقدر يتحمل ستريس. فاول ما شيء الغدد الكدريه. اذا كان في عندك نوع من المعدن ناقص في الغدد الكدريه بتبين عليك التعب والستريس وهذا هي وحده. ثاني شيء عندك المعادن والفيتامينات بيبنوا ما بتقولوا الحمض النووي. نعم. اوكي بيبنوا وبيطول العمر. هلا في شيء دراسات جديده بتقول السيلينيوم مثلا له احتمال جدا انه يطول العمر. يطول مثلا الصحه نكون الصحه البدنيه. نعم نعم نعم. الخارجيه ممكن هذه يعني ما يصير في تجاعيد سريعه قصدك مثلا يحافظ على بينشئ كمان المعادن بتساعد ينشئ بروتينز يلي يحتاجوا يحتاجوا الاطفال والشعر والجلد والعين والمفاصل. هذا كله بروتين من شو من المعادن. طيب الناس دكتور كلها في حالة ستريس يعني الناس عندها دوامات الصبح عندهم أبنائهم المدارس عندهم واجبات اجتماعية فدائما طبيعة الحياة العصرية اليوم كلها ضغط في ضغط دكتور. نعم. هل هذا معناته إني أنا مجرد إني أحس بهذا الضغط أنا عندي نقص بالمعادن والفيتامينات؟ إذا كان غذائه غير صحي وما بيستخدم الرياضة مثلا. نعم. كوسيلة ليعود عن الأشياء عن المعادن النقص فيهم. نعم. نعم بيقدر يصير عنده مشاكل عوارض مشاكل يعني نتكلم بواقع أغلبهم وجبات اليوم السريعة. نعم. هو بعصر السريع نحن بعصر السريع اليوم أبنائنا بس جالسين ما يتحركون. نعم. والخلل. نعم. فينا إحنا كأسر يعني الأغلب الأسر للأسف ما قاعد نعامل أبنائنا معاملة صحية. نعم. يعني أنا نصيحتي بالأكل. أنا نصيحتي إنه الغذاء الصحي لازم يكون متوفر للعائلة يعني للشخص كمان لازم الرياضة تكون يوميا في دهن الإنسان. أوكي. وكمان صحيح نص ساعة كافية دكتور ربع ساعة مشي أو نص ساعة مشي يوميا. نص ساعة يوميا لخمسة أيام متواصل هذا كافي. هذا كافي حتى نعم. فيك تعمل ايروبيك وفيك تعمل مشي على حسب من اللي طيب بتنتج. شنو اعراضي ايضا الاعراض الخاصه بالجسم اني انا اعاني من نقص الفيتامينات والمعادن؟ التهابات مدمنه. الفيروسات لانه اهم شيء من المعادن هي يساعد الجهاز الهضمي اوكي بقمع الفيروسات ويعالج الحراره بسرعه المعادن على فكره المعادن والفيتامينات. وعندك كمان الشيء المهم يعني ترفع المناعه تصير مناعتي زينه إيه الجسم احسن بالضبط لانه كمان المعادن والفيتامينات بيشتغلوا على انزيمات. هدول الانزيم بيعملوا بيصنعوا طاقه وبيشغلوا نوعا ما عضو في الجسم في كل خليه اسمه الميتوكوندريا. هذه الميتوكوندريا هي مصنع للطاقه للجسم وهو اساس الايض بالجسم. كمان الايد هو اللي بيحرق الدهون
دهون بالجسم. نعم. الأيض المسؤول عنها البنكرياس دكتور ها؟ لا الأيض هو مسؤول عنها يعني غدد كإجمال كمجموع مجموعة نعم. غدد مش مجموعة بس غدد هي نعم. هي المسؤول. نعم. مجموعة غدد مظبوط. جميل. الآن دكتور تكلمنا عن هذه الفيتامينات والمعادن أعتقد إنه وضحناها حق الناس. بالضبط. في فحص أولي أقدر أنا أفحص فحص وقائي عن هذا الموضوع؟ موجود. يعني صار حاس نفسه زين بس أبي أتوجه لحضرتك بالعيادة هني بمركز الجراحة الألماني التخصصي ويروح عند دكتور إبراهيم مباشرة. وفي فحص هل الفحص هذا يطول ياخذ وقت هو مزبوط ما 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 بيعملوه هون بالكويت نحن ننزل للخارج برا ننزل للخارج لانه هيدا دقيق فحوصات دقيقه لازم تكون وبتاخذ وقت بتاخذ اسبوعين على القليل شو مطلوب منه بس عينه الدم فقط عينه الدم ونحن بنهتم بالباقي مزبوط بس اسبوعين وتاتي النتيجه وتشوف هذه اذا انا ما عاني من شيء لكن هو الطب الوظيفي اللي يعني يسبق الوقوع بالمرض احسن انت تعلمني ان حياتك ترى مقبله على مرض اذا ما عدلت من بالضبط بالمعادن والفيتامينات احسن قد تتعرض الى ايش قد تتعرض مثلا الى مثل ما قلت التهابات مدمنه التهابات المدمنه اذا طارت مرض السكر وضغط الدم وحتى السرطان حتى السرطان. فهو كمان بيشتغل على شيء ما مثل ما بيقولوا الحمض النووي اللي حكيت عنه مضبوط فبيغير الجينات الجينات تتغير عندي. ايه نعم انقل هذه الامراض لابنائي مثلا بالمستقبل عن طريق الجين عن طريق الجين لا الجينات خليه اللي بتخلق يوميا خليه كل خليه لها عمر صحيح وكل هاي الخليه مشان ترجع تعيش وتجي خليه جديده محلها تجدد بدها الدي ان ايه بدها حمض النووي مزبوط ولا لا فهذه المعادن تعطيها القوة الحمض النووي هذا تعطيه اللي يفرز الجسم لكن في حال توفر هذه المعادن وهذا المعادن فبيصير في خلل في الدي ان اي بالحمض النووي فهالخلية بتموت يعني بتصير سرطانية اوقات اي لانه كل خلية لما تموت بتفرز الكترون لما هذا الالكترون ناقص بسمونه الكترون ناقص هذه المعادن بتيجي بتاكل هالالكترون الناقص اما بتسحبه لانه اذا هذا الالكترون ناقص خلية صحية استلمته أنا بتشوف فهيدا بيصير في عندك يعني تعرض الخلية نفسها إلى نوع ما من السرطان. إذن كيف فالمعادن تسحب اللي بيسموه الفري راديكلز بيسموه. وهذا الشيء مو تمام يعني هذا مو مفضل في جسم الإنسان. هو سحب المعدن لهذه الخلية ولا سحب المعدن لهذا لا هذا لازم هذا دور المعادن والفيتامينات اللي يحمي الجسم من هذه الأمراض بالضبط بسموه مضادات الأكسيد الأكسيدا بسموه مضادات الأكسيد بالضبط مضادات الأكسيدا بالضبط دائما نشوف في ماي في فيتامينات غير مضادة للأكسيدا مضادة أحسن. في فواكه مضادة للأكسيدا أحسن أحسن الأكسيدا هذا اللي نقصدها اللي هي زيادة المعادن في الجسم اللي تحمي الجسم من هذه الخلايا السرطانية بالزبط. تتكون بالجسم اللي خلايا اللي بتفرز الإلكترون اللي احتمال يخلق يسوي سرطان للخلية الجديدة ممتاز يعني أنتوا الحين دكتور هذا التخصص والطب الوظيفي أن أنا يعلمني حياتي مقبلة على إيش وأقدر أتدارك هذا الموضوع أحسنت هذه وقاية جدا أنا بنصحها كل شخص يشيك مرة بحياته أما كل مدة معينة يشيك بحياته جميع الفيتامينات والمعادن وحتى كمان إذا فيش يقدر يشيك هرمونات في أشياء هرمونات هذه حديث ثاني يعني هرمونات هذا موضوع آخر بس دكتور الحين أنا إذا سويت هذا الفحص الوقائي فعلا أقدر أني أنا أحمي نفسي من هذه الأمراض المستقبلية يعني يقدر الإنسان يتسابق مع الوقت لحماية نفسه إذا عدى حياته ولا خلاص راح يتعرض لهذا الأمراض في أمراض جينية أوكي هذه الأمراض ما فينا نتحكم فيها أوقات بتكون أمراض وراثية كمان ما بنقدر بس في أمراض تحصل لأنه في عندك نقص من هالأشياء فنحن نعدل هالنقص هيدا ونتوقع أنه ما يصير هالمرض يزول أنا قاعد أحاول مشاهدين أني أطرح أسئلتكم قد ما أقدر إن شاء الله وأن الحلقة هذه لن تحمل الكثير من المواضيع المتعلقة في حياتنا اليومية للأمانة والجميل هو الوقاية طبيعي أن احنا إنسان والله أنا خايف ما أبي أسوي فحص عشان لا أكتشف أنه فيني كذا لكن الآن أنت مو تكتشف أنت يقولك ترى إذا أنت استمريت في هذه الحياة العصرية بهذا الشكل أنت راح توصل لمرحلة مرضية كذا فعليك أنك أنت تحمي نفسك لذلك هذه هي الحلقة وهذا هو الهدف منها بعد الفاصل راح أرجع لكم إن شاء الله ونتكلم عن الأنسولين وعن البنكرياس والأمور هذه كلها وعملية الحماية كيف تتم وشنو السكر اللي احنا قاعد نحكي عنه بعد الفاصل
دكتور إبراهيم الآن نتكلم على طب العائلة اللي ذكرناه في البداية. اليوم ناس تسمع طب العائلة لكن لا يعلمون مدى أهمية أن الإنسان يتعاون ويتعامل مع طبيب العائلة. أعتقد متوفر مراكزنا الطبية وإحنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع وهو تخصص حضرتك. طب العائلة شنو هو بالضبط اليوم؟ هو طب العائلة يعالج 90% من الأمراض و10% بيحولهم إلى الاختصاصيين مشان للتدقيق على الأمراض المضبوطة. وطب العائلة كمان يعني يكشف عن التطعيم والأمراض ويتابعها بدقة، وبنفس الوقت هو 24 ساعة طوارئ، وهو بيحمي، هو صديق حميم للأسرة وبيحمي يعني أسرار هذه الأسرة طب العائلة. وكمان مثل ما بيقولوا إنه هو is the gatekeeper، يعني إنه حارس الباب للطب بشكل عام. أي موضوع الأسرة حابة تتكلم طب العائلة موجود، والملف واحد من هو ولد لسير شيخوخ. يعني طبيب العائلة اليوم دكتور ممكن أيضا يوفر أموال على الدولة كثيرة بشكل هائل، بشكل هائل. أصلا في أمريكا الشمالية، أمريكا وكندا وأستراليا، الدول الأوروبية بشكل عام فهموا طب العائلة من 150 سنة إنه هذا توفير للحكومة وتوفير حتى كمان حتى الشخص نفسه، حتى راحة للأسرة، راحة للمريض نفسه. أول ما بيصير معه أي شيء بيتصل بطب العائلة، ما بيتصل بالاختصاصي. اليوم شايف اختصاصي عندنا اختصاصي عنده علم بس بهالاختصاص، فما بيعرف شو في عنده بالأشياء الثانية. شايف إن عندنا هالثقافة هذا دكتور كعرب اليوم، ولا نحتاج إلى تثقيف أكثر في طب العائلة من وجهة نظرك؟ أو أكيد 100% محتاجين إلى تثقيف. أكيد أكيد طب العائلة له دور كبير في الدول العربية ولازم ندعمه بشكل عام، لأنه إحنا كشعوب عندنا هالثقافة هذه أو نحتاج إلى تثقيف أكثر. لازم تعليم، لازم فهم education وفهم. تعليم وفهم وكذا، ودعايات. نعم دكتور، إحنا نسمع الإنسان عنده مرض سكر يلا روح أخذ أنسولين. مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة. فإحنا المرحلة أعتقد راح نتكلم عنها هي المرحلة الأولى. صح. الآن اللي راح نتكلم عنه مقاومة الأنسولين. شنو مقاومة الأنسولين؟ في مقاومة الأنسولين معناتها الأنسولين مرتفع. مرتفع بالجسم. مرتفع بالجسم. حلو. والمعروف بالأنسولين هو إنه خزان الدهون وزيادة الوزن. فالأنسولين ما بيحرق دهون. الأنسولين بيزيد وزن عليك. الأنسولين هو بيحتفظ بالدهون أكثر ما يمكن. الأنسولين هذا اللي يفرزه البنكرياس. اللي يفرزها بالخلايا البنكرياسية. خلايا البنكرياس تفرز الأنسولين بزيادة. نعم، هو زيادة في إفراز الأنسولين هذا بيسموه مقاومة الأنسولين. عندما تأكل غذائك وتأكل بالسكر، ينزل السكر على الدم، الأنسولين دغري موجود بياخد السكر إلى الخلايا الكبد أما العضل. أوكي، فلما يأخذهم يفوتهم على الكبد والعضلة بيأخذوا بيخزنهم، يستخدم منه كطاقة للجسم والباقي بيتخزن. أوكي، هلأ مقاومة الأنسولين ما بتعرف عوارضها، ما إلها وجه، ما إلها واجهة، ما إلها معرفة. أمتين بتكون نحن ماشيين 20 سنة ونحن معنا مقاومة الأنسولين وما عارفين عنها. غريبه ما تبين، لا بتحليل ما بتبين، ما بتبين الا لما يصير العوارض الامراض الاخرى تظهر. هذا يعتبر مرض دكتور انتم في هذا مرض كبير. هذا بسموه بري دايابيتيز، يعني ما قبل السكر، مرض السكر. شو تكتشفه هذا دكتور؟ هذا في اشياء معينه فيك تكتشفها. اول شيء كم سؤال فيك تسال المريض من بعد ما تاكل وجبه الاكل، هل ترى تضعف يعني وتتعب بدك تروح تنام؟ هذا اول. اكثر المرضى بيقولوا نعم. الكل بينام بعد الغداء دكتور. يعني اكثر المرضى، الا المرضى اللي ما عندهم مقاومه الانسولين، مرض مقاومه الانسولين، هدول ما بحاجه لا نوم ولا شيء، يعني يستمرون بالعمل. بتسالهم مثلا بين وجبه ووجبه، بين وجبه غذاء ووجبه غذاء، يا هل ترى بتجوع بينهم؟ اكثر المقاومين يعني مقاومه الانسولين المرضى بيقولوا نعم، بعد ساعه انا جوعان بدي اكل. وإذا مثلا فقدوا وجبة أكل،
اوكي، وهذه وجبه الاكل بصير عندهم شهيه للسكر بشكل لا تتصور. عرفت كيف؟ شهيته تكون دائما مفتوحه للاكل، دائما مفتوحه للاكل. والمقاومه الانسولين عند الشخص دائما عنده تعب، ما في طاقه. اذا مقاومه الانسولين نقصد فيها حتى اوضح للمشاهد مره اخرى هي عباره عن افراز البنكرياس، خلايا البنكرياس افرازها للانسولين بشكل كبير للجسم، والجسم مو قاعد يوزع الانسولين هذا بشكل صحيح على اعضاء الجسم. يعني الانسولين الانسولين يتوجه الى كل اعضاء الجسم، كل الخلايا، حتى في العقل. حتى في العقل ليش تصير زياده دكتور؟ تصير زياده لانه الغذاء السكري يتعدى المعدل تبعه. يعني قاعد اكل زياده انا اكل ولا شو؟ نعم، انت عم تاكل زياده اكل سكر كربوهيدرات زياده عن اللزوم. فالانسولين ما بيفرز الا اذا وجود السكر موجود بالدم. فكل ما موجود السكر بالدم كل ما الانسولين يرتفع يرتفع يرتفع. البنكرياس ما بتعرف امتين توقف بافراز الانسولين، لان الانسولين متواصل، افرازه متواصل، بس اوقات بكميه كبيره واوقات بكميه بسيطه عندك لما تكون صائم. لما تكون صائم البنكرياس تفرز الانسولين بس بكميه قليله جدا جدا جدا. النوم ايضا دكتور، النوم كمان احسن. إيه؟ عند النوم نعم. يكون الانسولين افرازه بالضبط احسن، افرازه قليل، بس الصبح الساعه 7 الانسولين يرتفع الى مرحله، الى يعني رقم هائل. ليه؟ لانه الكورتيزون، هرمون الكورتيزون اللي بتفرزه غده الكظريه بيرفع الانسولين. يعني عشان كذا يقول لك الفطور جدا مهم، انك انت تتفطر صباحا. ضروري ثلاث وجبات ضروري لازم تكون موجوده يوميا. وبين الوجبه والوجبه اذا واحد جاء لازم ياخذ مثلا اشياء خضار، فواكه خفيفه، مثلا تفاحه، مثلا ناس بياكلوا جزر، ناس بياكلوا خيار، كذا من هالانواع هاي. بلا ما ياكلوا كاندي بار، اما ياكلوا لي شوكولا، ما ياكلوا بسكوت، ما ياكلوا ان شاء الله الكل يعني يعدل يعني سلوك حياته حتى لا يتعرض لامراض مستقبليه. نعم. ترك هذا الامر على حاله شنو ممكن يعرض لنا بالمستقبل؟ واحنا قاعد نتكلم اليوم عن مقاومه الانسولين، تتكلم عن زياده الوزن دكتور، في ناس ايضا ضعاف بالوزن هم اساسا لكن عندهم هذه المشكله، ترى شنو الاسباب؟ بعد الفاصل ان شاء الله نستكمل حوارنا. فاصل مشاهدينا ولا نعود؟ ابقوا معنا. مشاهدينا وحبابنا ومتابعينا ببرنامجكم برنامج كلينيك لمركز الجراره الالماني التخصصي مع دكتور ابراهيم، نتكلم احنا ما زلنا نتحدث في موضوع مقاومه الانسولين. يعني معناته انت الى الان لم تتعرض الى مرض السكر، هو مقاومه الانسولين اللي في المستقبل اذا انت ما عدلت من سلوك حياتك الغذائي ستتعرض الى مرض السكر. لذلك احنا في مقاومه الانسولين معناته ان جسمك قاعد يقاوم هذا الانسولين وانت مو حاس ولا تعلم ولا بين من خلال التحاليل، وانما من خلال زيارتك للدكتور يطرح عليك بعض التساؤلات اللي تعطي نتيجه بان هذا الانسان جسمه يعاني من مرض مقاومه الانسولين. ما نتكلم احنا عن مرض السكر الان حتى اوضح الصوره للمشاهد. احسنت، مظبوط. انا اتكلم صح دكتور؟ مظبوط مظبوط. طيب مقاومه الانسولين هذا حتى نشرحها بشكل سريع مره اخرى. بشكل سريع المشاهد اللي انضم لنا الحين بهذه اللحظه، شنو هو بالضبط؟ عباره عن انسولين يرتفع بالجسم. انسولين يرتفع بالجسم لحتى يعدل عدد السكر في الدم. نعم. اوكي. وارتفاعه يستمر. حلو، يروح للخلايا. بالضبط، يروح للخلايا. الخلايا تاخذ اللي تحتاجه. بعدين يوصل لمرحله معينه يقول له للانسولين سكر الباب، يقول له للانسولين انا مني محتاجك، انا اكتفيت. اكتفيت. إيه وين يروح؟ الانسولين السكر يضل فيه سكر بالدم. نعم. ومع فتره الغذاء وفتره الايام وكذا السكر الانسولين البنكرياس بتضل تفرز انسولين. إيه شغال. إيه؟ شغال. فكميه الانسولين ترتفع. بالضبط. الاكل قاعد يدخل الجسم. بالضبط. وين يروح الانسولين الزايد دكتور؟ الانسولين الزايد هو موجود بكل الجسم، حتى موجود في الدماغ. يعني حتى موجود هلا في بسموها في ثلاث انواع دايابيتيز، تايب 1 تايب 2 والبري دايابيتيز. تري دايابيتي يعني هو الاول ما قبل ما يصير دايابيتي، هو مضاد مقاوم للانسولين. هلا اكتشاف الدراسات عم تكتشف انه في تايب 3 دايابيتيز. هذا بسموه تايب 3 تبع الدماغ. الانسولين يذهب الى الدماغ وياخذ بيمتص كل السكر من الدماغ، والدماغ بصير على نار، بصير التهابات وعلى نار، وبصير يعمل
أمراض شاذة، يعني أمراض قوية تصير، هي الألزهايمر، الخرف، الديمنشا والأشياء كذا. هذا كله الحين نسمع، هذه آخر اكتشافات، آخر اكتشافات. الإنسولين يصعد إلى المخ ويأخذ يمتص السكر. نعم، الإنسولين هو يعني مواصلات، عبر عمق يعني مواصلات، بياخذ السكر وين ما يكون بياخذه مشان يخزنه كدهون. والمخ يحتاج إلى سكر. والمخ يحتاج إلى سكر، المخ 80% من المخ غذائه هو السكر. طيب ليش ياخذ الإنسولين دكتور؟ لأنه عدده كتير الإنسولين بالجسم. وهذا اللي يتحول إلى الشحوم بالجسم بالزبط. وغيره يتحول إلى الدهون هذه الزيادة. طيب الآن كيف أنا يعني أحافظ على هذه العملية إني ما أخلي عندي زيادة بالإنسولين؟ نعم. ما عندي زيادة بهذا المرض. في أشياء كثيرة فيك تعملها. أول شيء الإنسولين، مقاومة الإنسولين بيسبب عدة أمراض، هاي بيسموها ميتابوليك سيندروم. عدة هي تقريبا أمراض القلب، الكوليسترول، الجلطات الدماغية، يتحول إلى مرض السكر 2، أوكي، ومرض السكر 3، أوكي. بتصير الناس تشتكي مرض السكر، العيون بيتأثروا، العصب بيتأثر، والكلاوي. مظبوط. والسكر الثالث، الرقم الثالث التايب 3، هو الألزهايمر والخرف. اوكي، فمن هون كيف بدنا نعالج مقاومه الانسولين؟ شلون نعالج؟ احنا الان اكتشفها من خلال التساؤلات اللي حضرتك تبطلت فيها. بدك تاخذ غذاء بالضبط، تعبان بالزبط. اذا اكل ياكل بين الوجبات يحس بالجوع ويرد ياكل مره ثانيه. ايضا شنو الاعراض اللي ممكن الانسان عنده مرض مقاومه الانسولين؟ الأعراض بيجي لعندك إنسان وزنه غير عن مساحة طوله. نعم. أوكي، ثمن، يعني عنده وزن كبير زايد. هذا الوزن الزايد مع الضغط الدم إذا كان 130 على 85، مع الكوليسترول الجيد الـ HDL اللي أقل من 40 وأقل من 50 للإمرأة وأقل من 40 للرجال، وبنفس الوقت الدهون الثلاثية مرتفعة. هدول الاثنين بتاخد الدهون الثلاثية بتقسمها على الدهون الجيدة بتعطيك رقم، هذا الرقم إذا كان فوق 2 أنت مقاوم للإنسولين. أنا مقاوم حق الإنسولين، هنا تكتشف أني أنا جسمي بالزبط. مقاوم حق الإنسولين بالزبط. عملية رياضية سهلة جدا بيعملها أي طبيب. جميل. أي طبيب، بس للأسف ما في كتير أطباء بيعملوها. أنت جزاك الله خير، تعلمنا الحين هذه الطريقة والناس ممكن تلجأ لها. هذه المعلومات تستمدها من خلال تحليل الدم دكتور؟ وفيك تعملها عن طريق تحليل الدم، تأخذ الإنسولين بالدم وتفحص قد في إنسولين وخزان السكر والسكر الصايم. يعني الآن اكتشفت دكتور أن الرقم الناتج عندك طلع عندك دكتور إبراهيم فوق 2. نعم. شنو تتصرف يعني مع شخص؟ إحنا إلى الآن نتكلم عن شخص غير مريض بمرض السكر. مزبوط مزبوط. ولكن قد يتعرض أو سيتعرض إلى مرض السكر. كيف تتصرف معه؟ نصائح هوني العلاج. إيه؟ العلاج كيف نقاوم، كيف نعالج مقاومة الإنسولين. هذا العلاج بيعتمد، يعني أول شيء هو غذاء صحي، يعني بروتين لا يتعدى 120 غرام باليوم. هذا يحط عنده ميزان دكتور، لأنه إذا طلع البروتين، إذا عل البروتين، أخذت وجبة عالية بالبروتين، إنسولين يرتفع دغري، يرتفع. غذاء سكر قليل جدا، كربوهيدرات قليلة، وكل فات، لازم تأكل يعني دهون أكتر، الدهون الصحية. أوكي، مثل الأفوكادو والزيت الزيتون والجوز الهند. أحسن. جوز الهند. الطبخ يصير الطبخ عن طريق جوز الهند، ابتعد عن أحسن. عن الدهون المهدرجة. أحسن. اللي يسمونها. نعم. إيه؟ الهدرجة بالضبط. إيه؟ الأكسيدايد. ال 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 ال. ابتعد عنها. بالضبط. وهذه كفيلة إنها تنظم لي مقاومة الأنسولين. هذا واحدة من الرياضة، لازم تكون 30 دقيقة رياضة يوميا لخمسة أيام إيروبيك، لأنه الرياضة بتخفف عن الانسولين. كيف بتاخذ السكر من الدم؟ بتاخذه الى العضل، فالعضل يستخدمه. صحيح. قبل ما يروح يتخزن كدهون. والالياف دكتور، لها دور ايضا. الالياف مهمه جدا، لازم الالياف تكون مرتفعه بالجسم، يعني عاليه، تاخذها كغذاء. والقهوه، حتى القهوه. القهوه؟ اي نعم. القهوه بنشربها، القهوه قهوه قهوه، لانه فيها كافيين. اي كافيين، هذا زين. هذا الكافيين بيعلي
هرمون السعادة اسمه الدوبامين. صحيح. هذا الهرمون الدوبامين بيخفض وبيضعف من مقاومة الإنسولين. يعني زين هذا ممتاز. شوف الناس لما تقعد منهم كل بيشرب قهوه ممتاز بس بكثرة ما لا ما بينصحوا لانه كمان الكافيين هو مدير للبول. فبتستب بينزل يعني بتخرج بيخرج سوائل كثير من جسمك فبدك تعوضها. اذا مش الدهون طريقه الاكل نعم البروتينات بالجسم نعم بروتين ها والكربوهيدرات احسن يعني هذه طرق العلاج دكتور. الكربوهيدرات قليل عدد قليل من الكربوهيدرات هذه يعني منظمة غذائية لازم تجي وتساعدك قديش كربوها كم كربوهيدرات قديه طاقة حرارية تحتاج باليوم حسب وزنك وطولك وكذا. نعم. النخالة بالأكل ما النخالة الرز الأسمر الخبز الأسمر والأمور هذه كلها هي مختصة غذائية بتقدر تساعدك تنظيم الغذاء بهالطريقة. هذا مهم إنه مهم جدا هذا مهم جدا الغذاء لأنه هون بنصير نقدر نرجلج يعني نعمل توازن للانسولين. نحن اهم شيء بدنا الانسولين يكون معتدل ما يكون عالي. شلون بقعد طول عمري كذي دكتور؟ لا هلا مش طول عمرك لا بس الانسولين يرجع لحياته لطبيعته فيك تعيش حياه. كيف تعرف انه رجع لطبيعته؟ ان الوزن يكون نزل الوزن مثلا الوزن نزل الرياضه مستمره عرفت كيف؟ ما تعاني من تعب وارهاق ومن بعد الاكل وتعب والارهاق وما عندك ضغط وكوليسترول منيح وهذا ما تشتهي هذا الاكل بين الوجبات أحسن مثلا احسن هذا معناته ان الانسولين رد الى وضعه الطبيعي الى طبيعته بالضبط. والطاقه مهمه جدا طاقه الانسان احسن وهذا الامر ممكن يتعرض له اطفال وكبار وشباب اطفال وكبار كلهم انسولين بقولوا مقاومه الانسولين عند الاطفال موجوده كمان. زين دكتور انت تقول لي الان اللي هو يسبب زياده وزن مقاومه الانسولين يسبب دوخه في ناس ما شاء الله ضعيف دكتور ما عنده اي مشاكل تفضلت فيها لكن يفاجئ انه يصاب بالمرحله الاولى من مرض السكر. هل كان جسمه يعاني ايضا من مقاومه الانسولين وهو ضعيف يعني وزنه طيب ما هو وزن زائد. اوكي في نوعين من امراض السكر في نوع الدايب 2 والدايب 1. التايب 1 دايابيتيز هن هدول اللي بيصير معهم مرض السكر على عمر صغير انه اعمارهم صغار وبكونوا ضعاف حنيفين ضعاف فهدول يحتاجون الى انسولين. البنكرياس ما بتفرز انسولين كليا فهدول يحتاجون الى انسولين وهدول كمان بيكونوا من بسموها اوتو اميون ديزيز يعني مناعه هي اللي اثرت على الخلايا البنكرياتيه وسببت خفوت بالانسولين اذا ما له علاقه يعني ما له علاقه في موضوعنا اللي نتكلم عنه احنا مقاومه لا 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 هذا ما خصه لا هذا ما خصه الموضوع الثاني هو التايب 2 دايابيتيز هو هذا التايب 2 اللي بتاخذ حبوب له نعم. هذا بيصير بالعمر الاربعينات والثلاثينات يعني انه انت وشاب نعم. انت وشاب مش انت وصغير نعم. انت وشاب هذا وزن بيكون عنده وزن بيكون ضغط دم بيكون لايف ستايل حياه غير منتظمه كليا هذا اللي بياخذ الحبوب. اذا احنا نتكلم عن انسولين موجود البنكرياس بيفرز الانسولين بالتايب 2 ايه؟ بس مو بكميه كبيره بس يفرز موجوده زين احنا نتكلم الان عن الانسان اللي وزنه مناسب طوله هذا لا يمكن انه يتعرض الى مرض مقاومه الانسولين نقدر نقول شديد لا مظبوط ما يتعرض الى مقاومه الانسولين مظبوط فقط الناس اللي تحس بمثل هذا الامر. هل ممكن المراه الحامل دكتور تتعرض الى مقاومه الانسولين؟ احسن موجود هذا عند الامراه بيسموها جيستيشنال دايابيتيز نعم هيدي في الحمل السكر في الحمل مقاومه الانسولين سكر في الحمل هي موجوده وموجوده كمان عند الامراه ان الشيء الثاني بيعانوا منها الامراه مقاومه الانسولين هي البوليسيستيك اوفيريان ديزيز يعني الاكياس في المبيض الكاس المبيض طيب هذا كيف نتعامل معها كيف تحمي نفسها دكتورة نسائية عادة بتساعدها عن الموضوع هيدا مو طب الوظيفي لا هذا اكثر هو دكتورة نسائية وغذاء وغذاء لانه حامل ما فيها لا تعمل رياضة ولا شيء لكن هل قبل الحمل ممكن تفحص الفحص احسنت فيها كوقاية مفروض لازم تفحص عن تشيك اذا عندها مقاومة الانسولين اللي هو الطب الوظيفي بالضبط ومقاومة الانسولين في الجسم الان اعطيته حياته دكتور واعطيته كيف انه يستمر في حياته الجسم هذا راح يتم معادلة هذا الموضوع في بعد كم شغله يعني انه بعد ما خلصنا العلاج انه في هلا المعادن والفيتامينات ايضا لها دور في حل هذه المشكله اكيد 100% المعادن والفيتامينات فيتامين دي مثلا فيتامين دي بيعرف انه بيعالج السكر بيعالج ضغط الدم بيعالج التهابات المدمنه في الجسم بيعالج السرطان سرطان القولون الثدي البروستات
هدول معروف فيتامين د، يعني اثباتات دراسات ثابته هالشيء، يعني هذا كله فيتامين د، هذا كله فيتامين د، الناس كلها عندها نقص فيتامين د وبيعطوا طاقه، وكمان الفيتامين د بيعطي بسموه لونجيفيتي، يعني انه تمدد حياتك بالعمر. في عن طريق الحبوب دكتور موجود فيتامين د؟ نعم موجودين بالحبوب بالابر. نعم الابر موجوده. مزبوط. هذا زي الناس اللي عنده نقص ياخذه عن طريق الابر او عن طريق الحبوب، ما في مشكله؟ ما في مشكله، اللي عنده نقص بياخذ عن الابر، يلي عنده نقص خفيف جدا بسيط بياخذ حبوب ويتواصل. عندنا مشكله نحن انه فيتامين د لازم دائما لما واحد يجي عندك يكون عنده نقص بالفيتامين د، بنعطيهم ابر بنعليه، فيتامين بيعلى على مستوى، بس ما نعطيه شيء اسمه maintenance dose، يعني متكامل، علاج متكامل كامل، الفيتامين د بيرجع بينزل على. اوكي، فلازم نعطي فيتامين د كامل من بعد العلاج. نعم. من الأوبر. طيب الانسان الان مارس هذه الحياه الجديده اللي حضرتك تفضلت عليه فيها، شنو تحرمه منه بالضبط؟ يحرم من اللحوم، يحرم من ما يحرم من اللحوم، يحرم من الاسماك، يحرم من هم الناس ما تبتنحرم من كل شيء؟ لا لا، هلي لا، مش من الأسماك ولا من اللحوم ولا أشياء، فيك تأكل كل شيء بس بمعيار، باعتدال. اعتدال الناس الآن الرز مثلاً، يعني شب في حياتهم اليوم الرز موجود، فكيف إنه يعتدل بهذا الأمر؟ يكون زيت جوز الهند مثلاً يطبخ، نصيب منتزع النشويات، خارج من النشا عدل. نعم. أنا ما أدري قاعد أتكلم صح ولا لا؟ لا مزبوط، عم تحكي صح صح. طيب أوكي، أيضاً كمية قليلة، كيف يقيس؟ مثلا الرز الابيض حوله الى رز بني مثلا، هاي وحده في احتمالات. في شيء ثاني، تاكل رز ابيض اذا بدك، بس كله بكميه قليله، ما يكون يعني هائل بالضبط. يعني اهم شيء انه نحن نخفض الكربوهيدرات بالجسم، و120 غرام بروتين بشكل عام، ما يتعدى هالشيء هذا، اللي عنده مقاومة الانسولين. اوكي، وكثر قد ما في من الدهون المفيده، دهون مفيده اللي هي في الافوكادو، زيت الزيتون. هذا ياخذون عصير دكتور، ياخذون عن طريق العصير، ما في مشكله. نعم نعم، ما في مشكله. ياخذون فريش؟ لا، ياكلون عصير، اما ماكولات عادي عادي, عادي, جداً. عادي جدا عادي جدا عادي جدا. وبالنسبه للسوائل اللي يحتاجها الجسم للناس اللي عندهم مقاومه الانسولين، هل في سوائل مهمه في حياتنا ناخذها؟ عصائر الحليب للامراه لازم تشرب 2.5 لتر ماء يوميا. يومياً للرجال 3 لتر أقل شيء، أقل شيء، هذا معدل السوائل اللي أنا بقوله بالجسم. بعدين عندك الفيتامينات والمعادن اللي بدك تأخذهم مثلاً. فيتامينات والمعادن أكيد بدك تأخذ مكمل غذائي، ويشمل اللي قلنا عنه 32 واحد. والله أعتقد دكتور يزورون في والرياضة. يزورون في العيادة، يسوون الفحص هني، وأعتقد يأخذون فيتامين معاهم ومرتاحين. إن شاء الله. وأوميجا 3، ما ننسى الأوميجا 3 كمان. مغذي الأعصاب. مغذي الأعصاب مزبوط. وكمان نفس الوقت له فعال، يفعل على الإنسولين. نعم نعم، فعال على الانسولين، بيحسس الخلايا للانسولين، يعني بيصير يتعاطفوا مع الانسولين اكثر. جميل، بارك الله فيك دكتور، سعدت بلقائي معك. اذا من نصيحه حاب تقدمها للناس ختاما في هذا اللقاء، نصائح، شيء ما ذكرناه حاب تذكره تنبه الناس عنه؟ ان يضلوا يفكروا بالصحه قبل كل شيء، وياكلوا اشياء مثلا تفيدهم صحيه، ما يكثروا من اكلهم، ياخذوا مكمل غذائي، والرياضه مهمه جدا. قد تكون انت انسان قاعد تاكل في حياتك بشكل طبيعي، لكن انت عندك مقاومه الانسولين، معرض لهذا اللي راح يسبب لك امراض مستقبليه، مرض السكر، ضغط الدم، امراض القلب، وامور كثيره قد تتعرض لها بسبب هذا المرض المخفي اللي ما يقدر يكتشفه الا من خلال الجلوس المباشر مع الدكتور وطرح التساؤلات المتبادله. يعرف الدكتور من خلال تحاليل معينه يقيمها لك او تسويها، فبالتالي يعرف ان انت عندك مقاومه انسولين، فتتعاونون في تعديل الحياه وسلوكها وتغني نفسك من امراض لا سمح الله قد تضرر منها بالقريب، يعني من عمرك، وانت تقدر تسيطر عليها من بدايه العمر. عدل دكتور؟ مزبوط. كل شكر لك دكتور. جداً تسلم. العفو دكتور ابراهيم شحيم، سعيد جدا على اللقاء معك، شكرا جزيلا لك دكتور طب العائله وايضا الطب الوظيفي، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا بارك. كل شكر ضيفنا الكريم، كان هذه هي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان شاء الله احنا تكلمنا عن اشياء متعلقه في حياتنا اليوميه، ونتمنى السلامه للجميع، لذلك اللي حاب
أن يزور الدكتور إبراهيم، موجود بمركز الجرار الألماني التخصصي، تتواصل معه، يمكن ظاهرة لكم رقم التليفون المواقع على الشاشة خلال أثناء هذا اللقاء، تتواصلون معه هني وإن شاء الله السلامة نتمناها للجميع. كنت معكم راشد حسن، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، أشوفكم على خير وصحة وسلامة دائما وأبدا، إلى اللقاء.